البحث عن ملفات بواسطة تاريخ التعديل أو تاريخ الإنشاء أو بواسطة الحجم. تعالوا نشوفها. نعم، لو رحنا لماي كمبيوتر، نعم، ورحنا ل سي، نعم، وجينا غيرنا طريقة العرض لطريقة العرض ديتيل، أدي ديتيل، هتلاقي هنا حاجات لطيفة واتكلمنا عنها قبل كده، السايز والديت كريدت. ممكن لو قال لك والنبي اديني الحاجة اللي اتعملت يوم 9/4، بس اجي هنا اقول لها من فوق لتحت وابتدي امشي لحد 9/4 14/7 اهي 9/4، فبعرف ايه اللي اتعمل يوم 9/4 والايه والملف اللي اتعمل يوم 9/4. ماشي، لكن ساعات يقول لك دور لي عليه بالسيرش، مش بانك بتشوفها بعينيك وتدور عليها، لا. ويعني تعمل ايه؟ وساعات يقول لك دور لي على الملف اللي حجمه كذا بالكيلو بايت، ماشي الحال. او يقول لك ساعات في الامتحان يقول لك عدد الملفات اللي اكبر من كذا، او عدد الملفات اللي اصغر من كذا. الله، نعم، نعملها ازاي؟ بسيطة، مش سيرش برضو. طيب ورينا، لو رحنا للستارت ورحنا للسي ودخلنا للسي معلش تاني ورحنا للاي لبهيك سايت، معلش، نعم، وبهيك سايت قلت له انا عايز الملفات اللي حجمها 30 كيلو بايت، بسيطة. فاجي هنا اهو اضغط، ظهر لي الحاجات، وظهر لي هنا إن لو عايز تتكلم عن حجم اللي هو السايز، لو عايز تتكلم على الديت اللي هو ايه التاريخ، نعم. فلو دوست على سايز هتلاقيه طلع لك حاجة 0 كيلو بايت يعني فاضي، ولا تيني صغير قوي، ولا سمول صغير بس، ولا ميديوم وسط، ولا لارج. عارف مجرد ما تعمل تختار سمول، اسف، امتي، جاب لك قال لك انت عندك بس ملف واحد امتي. طيب يا سيدي تعال نقول له نشيل اهو، نقول له انا لا عايز سايز تاني، انا شلت، وبعدين عايز ايه؟ انا عايز تاني اللي هو صغير بس مش صغير قوي. قال لك لقيت 960 واحد. وايه التاني ده بقى؟ خلاص، التاني دي هو اغلب حتى صفحات الانترنت بتبقى تاني، ولكن اللي هي ايه من 0 ل 10 كيلو بايت. 10 كيلو بايت اوعى تستهتر بيها، دي 10000 حرف، ولكن رغم ذلك صغير في عرف الملفات الحالي صغير. سمول من 10 ل 100، يلا كابل السمول عددهم 772. طيب تعال نشيل ونشوف ايه الملفات الكبيره. انا عندي كل الفيديو ملفاتها كبير، يلا نقول له لو سمحت جيب لي اللارج اللي هي فوق ال 16، كل ملفات الفيديو لارج، 99 ملف لارج اللي هو بيقع ما بين، شايفين بيقع ما بين ايه اهو، بيقع ما بين اللارج سايز، اللارج بيقع ما بين 1 ميجا بايت و16 ميجا بايت. طب نفترض انت عندك سايز 3، قال لك في ملف هو 3 بايت. طب لو عايز 36، ما عنديش. طب 30، ما عنديش. طب 5، ما عنديش. طب 29، 29 ما عندي. لا مش بايت، انا عايز 30، مش بايت، كيلو بايت، كي بي. قال لك موجوده عندي اهو، لقيت لك 3. الله، يعني حتى ممكن تحدد له 30 كيلو بايت روح جايب لك. فلو جالك في الامتحان جيب لي ملفات السايز بتاع 30 كيلو بايت، ماشي، جيب لي الملفات اللي اكبر من 30 كيلو بايت. كمان تيجي كده قال اكبر من 30 كيلو بايت، عندنا 447 ملف يا راجل. يبقى اذا تشوف بنكتب ازاي، وفي جاهزين اللي احنا شفناه خلاص، الملفات الجاهزه اللي هي السايز، وتقول له انا عايز اللي اكبر من 30 كيلو بايت، مفيش، لكن تقول له اللي هو بين 10 و100 ده شيء تاني. خلاص، فهمنا ولا فهمناش؟ فهمناش صح. طيب تعالوا نشوف بقى. طب بالنسبه للتاريخ برضو، التاريخ نفس الشيء، قول له ديت ميدوفايد اتعدلت امتى، فتقول له شوف بيدي لك ان انت تقول التاريخ يوم 9 ابريل،
تعديل، هيقول لك في حاجات اتعدلت 9 ابريل وحددهم لك. اه انا عدلت بعض الاشياء يوم 9 ابريل. ممكن تقول له لونج تايم اجو، ده من زمان، تعال نشوف لما عملت من زمان. قال لك دي ملفات اتعدلتش من زمان، او 11/10/2011. اه ده داخله على السنه خلاص. ممكن تقول له ديت اند تايم تاني، ها ممكن تقول له ايرلير ذس يير، من بدري بس السنه دي 2012 خلاص، شيل كده تاني خلاص، وتقول له ديت موديفايد، وتقول له لا عندك لاست ويك، الحاجه اللي انت كنت شغال فيها الاسبوع اللي فات، هيجيب لك انا ما اشتغلتش حاجه الاسبوع اللي فات. يبقى اذا بهذا الشكل خلاص بتقدر تحدد التاريخ وانت بتدور على ايه، على ملف معين عملته الاسبوع اللي فات، عملته السنه اللي فاتت، ما عملتوش، عملته بقالك مده طويله ونسيه، كله ايه بتقدر تحدده من المكان اللي احنا قلنا عليه. ونشوف الدرس اللي بعديه، لان درس مهم، ازاي نقدر نحدد اكتر بحثنا. يعني اتعلمنا ازاي بقى التاريخ والحجم، لا هنتعلم اكتر بقى ازاي نقدر نبحث ونستخدم اللي هو حاجة اسمها الوايلد كارد او البدائل. ونشوفكم الدرس اللي بعديه.